دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك العوافي من ديمقراطية بإطار مساعي وتواصله مع باقي الأطراف السياسية لمتابعة تشكيل الحكومة، اتصل الوزير وائل بوفعور بالرئيس المكلف تمام سلام تيجتمع فيه، وكانت المفاجأة. شو وضع الرئيس المكلف بهالأيام؟ تيك تك تيك تك تيك تك. ألو تمام بيك، معك وائل بوفعور، ممكن شوفك شوي؟ عظيم، يلا أنا جاي صوبك. مرحبا تمام بيك. أهلا أستاذ وائل. تمام بيك، شو بك؟ شو هيدا براسك؟ هيدا بوزهور. ولا شو حاطت بوزهور براسك؟ لأنه إذا نجيب مئات اعتمد سياسة النقي بالنفس، أنا رح اعتمد سياسة النعامي والرأس. فهمت عليك، بدك تعمل مثل النعامي اللي بتطم راسه بالتراب؟ صحيح، قدام هالويلات اللي عم شوفها شو في اعمل غير هيك. جبهة النصرة بعت التهديد بدها تحرق بيروت، حزب الله طاحش للعظم بمعارك سورية، الشيخ الاسير وفنانه فضل شاكر اعلنوا الجهاد من صيدا، لجنة التواصل النيابية فرطت، الحكومة تشكيلة معرقل، اهالي المخطوفين باعزاز مهددين بعزائم الامور، النواب صاروا يقوصوا بالكلاشينكوف. أنا اسمي تمام سلام مش تمام جبهات والعاني. وبرأيك منيحة سياسة النعامي ودفن الرأس؟ هالفترة أحسن من سياسة النقي بالنفس. بس النعامي بتشك راسه بالتراب. أنا حطيت بو في تراب براسي. ليش؟ لأنه إذا شكيت الراس بالتراب بيصير في خطر على الأفا. بعد الإعلان العميد بخطر أكيد. تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطية بحالة رعب وخوف، دخل العميد كارلوس إدي لعند صديقه الأستاذ ميشال معوض والهم أكله. أكيد ورا خوفه في دوافع سياسية وأمنية وإجرائية، فليش خايف العميد ومن شو؟ خلونا نشوف سوا. تيك تك تيك تك تيك تك. ميشو ميشو بونجور ميشو. عميد شو بيك؟ ليه هيك هيك الوهلة؟ ميشو وين بدي خبي هيدا البنطلون؟ لمين هذا البنطلون؟ لإلي ميشو، بليز بدي خبيه تحت سابع قرد. تحت سابع قرد عميد مش قرد، بس ليش بدك تخبيه؟ بعدين مي كان بالغسالة؟ خايف من الامريكان ميشو، ايه كان بالغسالة، شلته من الغسالة وضليت جاي فيه لهون. عميد حلوف انك مش عامل شي جغيمي فيه وبدك تخفي اشاغه. ميشو مش عارف اذا اللي صار جريمة، لكن يمكن بالنسبة للامريكان ايه جريمة. عميد افتح لي قلبك، شغحني، انت غفيقي يا صديقي واغلى من خي الحقيقي. ميشو امريكا حذرت التعامل مع شركتين للصيرفة بلبنان، رميتي وحلاوي، بتهمة غسل الاموال لحزب الله. ايه وخايف يصير فيها نفس الشي، لانه كانت ناسي بجيبة بنطلوني 500 دولار وقيمه الخادمة اللي عندي حطته بالغسالة وغسلت البنطلون والاموال. فشو بدي اعمل يا ميشو؟ بليز قلي، بدي اخفي القضية عن الامريكان طما يحذروا التعامل معي. لك ملا خبغية خبغية بتشغل البيل عميد، ملا هيني. يييي بالإذن عميد، شو مترا شو مترا شو مترا، بنطلوني فيه 70,000 ليرة، إن شاء الله ما تكون حطته بالغسالة. بالإذن يا الله، جينا لعند الأقرع تيشجعنا مطرح ما أرع شنعو. دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك
دوما دوما تك بننطر وقت تك ورا تك 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 تك